أشهد أن لا إله إلا سواك، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحفاد عبد الحميد بن بديس، أقول لكم ولكم جميعا بتعز على قلبي التكريم الأكبر والجمعة. اليوم في اختتام الطبعة الثالثة في أيام قسنطينة للفيلم القاصر سوف يتم تكريمي، وهذا بغرض يعني تتويج لده الفيلم تاعي حياة في لوحة في المهرجان الدولي البوابة الرقمية، وأيضا تحصل على جائزة أحسن سيناريو في بومرداس، وتحصل ثاني على جائزة تنويه في مهرجان مزدا بليبيا، والآن المهرجان الفيلم يعني يدخل مهرجان في ولاية عنابة. أنا شرف لي عظيم اليوم هذا التكريم، والشرف الأعظم أنه بجانبي قامة فنية أمين نور الدين. تظاهرة هي مناسبة باه نكتشفوا مواهب كما شاب إسلام، وإن شاء الله تكون بفعل خير لمستقبل السمع البصري والسينما الجزائرية بصفة عامة. وإحنا يعني اللي عندنا خبرة، وهذيك مهمتنا هو تأطير، ونحاول نمد نصايح ونحاول نوجه باش العمل تاعهم المستقبلي يكون في الطريق الصحيح. وشكرا. الحمد لله يا ربي، قبل يومين توج يعني بجائزة المرتبة الثانية في المهرجان الوطني لولاية سمسيت، يعني الحمد لله يا ربي التعب تاعي ما راحش خسارة. واش راح نقول ثاني، رواية دون كيشوط هذه حصلت من قبل ثاني على جائزة لجنة التحكيم في المهرجان الدولي عنابة، وكانت لي ايضا تويجات خلاف في الافلام التوعويه في المرتبه الاولى في بادنا، المرتبه الاولى ايضا في سكيكدا، المرتبه الاولى ايضا في تلمسان، تحصلت ايضا على جائزه لجنه التحكيم في ولايه سطيف. فيلم القصير ليله قبل المظاهرات، فيلم شاركنا به وكاول خدمه جروب جديد في الساحة اللي هو اسمه HC، وبربي إن شاء الله اليوم مشاركة غدوة منافسة، وبالتوفيق للجميع مشاركين في هذا المهرجان.